يقول أريد من أحد الإخوة مال وعلي زكاة 300 ريال، فهل يجوز لي أن أقول له خذها أو أعطها لمن هو محتاج؟ نعم. يقول أريد من أحد الإخوة مالا وعلي زكاة 300 ريال، فهل يجوز لي أن أقول له خذها أو أعطها لمن هو محتاج؟ لا، لا بد تقبض المال من المدين، تقبضه ثم بعد ذلك تدفعه زكاة أو تعطيه صدقة تبرع لمن تشاء. نعم.